إذن هل ممكن يعني مجازاً أن نقول أن الطاقة المظلمة هي الكأس المقدسة بين مزدوجين عند العلماء في سعيهم لفهم الكون؟ ما لأنك إذا أنت عرفت 70% من الكون فهذا يعني شيء كبير فعلا. طبعاً رقم ضخم. دكتور علي حسين، عندما نشر أينشتاين العالم الشهير نظريته الشهيرة النسبية العامة سنة 1916، قدم في العام التالي بحثاً عن طبيعة الكون الذي يعني نعيشه. في هذا البحث قال أن الكون نهائي لكن ليس له حدود. في ظل المعرفة الحالية التي يعني لدينا عن الكون، هل كان أينشتاين على خطأ أم على صواب؟ طبعا أينشتاين قدم خدمات جليلة فعلا، ما ينسى فضلا، لكن وقع في خطأ في الناحية هذه. هي المشكلة كانت في النظرة المتوارثة من البشر عبر التاريخ، وهو أن الكون لا نهائي، لا نهائي في مجاله، قصدي في كمسافة، ولا نهائي بزمنه بمعنى أنه أزلي. فلا له بداية ولا راح يكون له نهاية. فكانت هذه الصورة المتوارثة إلى أن هو بنفسه أخرج هالمعادلات هذه وأثبتت معادلاته أن الكون غير مستقر، بمعنى أنه إما أنه قاعد يتمدد أو ينكمش حسب المعادلات نفسها. طبعا هو رفضها بناء على أن الصورة المتوارثة كأن واحد تعود على وضع معين والناس كلها متآلفة مع الوضع، فمو معقول يكون، فأكيد أكو خطأ في المعادلة. فهو راح أضاف عليها شيء اسمه الثابت الكوزمولوجي أو الثابت الكوني حتى يوازن بين المعادلة كمتطلبات وبين واقع اللي هو كان يظنه، فطلع خطأ طبعا. هو بعدين هو حسب ما قال عن نفسه أن هذا خطأ عمري أنا كله كان. الله. في هذا السياق أيضا دكتور علي، هل يمكن الآن يعني الكل في السابق يعني كان مؤمن بما ممكن أن نطلق عليه يعني أزلية المادة أو أزلية الكون، هل هذه الأسطورة بين قوسين يعني ممكن أن نتحدث عن نهايتها، نهاية أزلية المادة أو أزلية الكون؟ طبعا قضية أزلية الكون انتهت. نعم. الآن هي لماذا انتهت؟ لأن في حسابات موجودة لتحديد عمر الكون. فإذا قلنا للكون عمر معناها مو أزلي، انتهت قضية الأزلية بالضبط. فتبدأ من انفجار عظيم اللي هو بدأت تتكون صورته على مر السنين، قبل حوالي 14 بليون يعني سنة، 13700 بليون سنة. بهالحدود هذا صار الانفجار، فمعناها تبدأ من نقطة قبل 13000 بليون سنة إلى اليوم. والكون في حالة تمدد. هل التمدد إذن يعني دكتور علي إلى ما لا نهاية؟ وهنا أين دور الجاذبية أو أين يكمن دور الجاذبية؟ مو هذه هي المشكلة، سؤال في محلة، أن الكون إلى ما لا نهاية حسب النظرة الجديدة اللي صارت بعد 98. نعم. لكن وين دور الجاذبية؟ مهني أكو صراع بين شيئين. إما أن الجاذبية تتغلب على الطاقة المظلمة أو لا. فالآن هل الطاقة المظلمة تتغلب؟ فإذا تغلبت، وهو هذا الواقع الحين قاعد يعرفونه، أن راح الكون يتمدد إلى ما لا نهاية. أما إذا ثبت أن في حسابات، في احتمال في حسابات تعاد أو شيء، أو يطلع فاكتور عامل آخر في الموضوع يضبط المسألة أكثر ويرجع الشيء إلى ما كان تصورنا قبل، فالجاذبية لها تأثير طبعا. لكن تتصور أن الجاذبية هي المؤثرة الوحيدة، معناها لازم الكون يرجع إلى نقطة. صحيح. لأن كل شيء يجذب، كل شيء يجذب بالنهاية نتجمع في نقطة واحدة. صحيح. لكن شو اللي يمنع أن يتجمع في نقطة واحدة؟ لأن في دفع قاعد يصير من الطاقة المظلمة، كأنك أنت قاعد تقول أن في شيء قاعد يدفع إلى الخارج، وهذا اللي يخلي مجرات تبتعد عن بعضها البعض، فالكون يتمدد وجود الطاقة المظلمة. دكتور علي، ممكن يعني بعض المستمعين اللي يسمعوننا الآن يبي يسألون سؤال يعني أبسط من ذلك بكثير. يمكن يتساءل بعض، لماذا لا تتأثر سماءنا اللي نشاهدها الآن بتمدد الكون؟ حلو. طبعا الحين قاعد أتكلم إحنا عن تمدد الكون، قاعد أتكلم عن تمدد ما بين المجرات. نعم. الفراغ الموجود ما بين المجرات هو اللي قاعد يتبدد. نعم. مو أن داخل المجرة شو يصير. يعني نقدر نتصور المجرة كأن داخلها بهالشكل هذا، كأن قطع خشبية محطوطة على محيط. جميل. والمحيط هذا هو اللي قاعد يتبدد، القطع الخشبية قاعد تتباعد عن بعضها البعض. فإحنا قاعدين في مجرة اللي هي مجرتنا إحنا، نشوف طبعا نشوف سماء الكوكب نفسه مو أكثر. نعم. فإحنا يعني مثل ما تقول نقطة في بحر. فهذا تأثير التمدد ما يبين على مدى
داخل المجرة، مو بس داخل الكوكب، داخل المجرة ما يبين. نعم. فهو على مدى بعيد جدا، يعني تأثيره يبين على بعد. صحيح.